أسبوع ورا أسبوع عم نقرب أكثر من اللقب، والتميز صار بده مجهود أكبر من الطلاب ليتفوقوا. هالأسبوع خلط أوراق جديدة بالتوب 3، ناس بتتراجع وناس بتتقدم وناس بتحافظ على موقعها. بالمرتبة الثالثة دينا. دينا بيتكرر اسمها كل مرة منحكي عن التقدم والاجتهاد، مصرة تكون بالطليعة وبيلبق لها، وإذا ما كانت الأولى بتكون بالمراتب الأولى. مشغول عن قلبي بيها، أصبر معلش وخليها تعيش يومينها وبعديها، مشغل بقى مشغول بيها. دينا على المسرح وبالأكاديمية بتقدم كل قدراتها حتى تقرب أكتر من حلمها. المرتبة الثانية رافائيل. رافائيل دايماً عنده ابتكارات وأفكار جديدة، بيفاجئ الأساتذة بأداء جديد وبيفاجئ زملائه بالأكاديمية بأجواء حلوة وإيجابية. سعيدة يا حلوة سعيدة، ياللي بلادك بعيدة، أغمري وأنا جيلك ماشي لما مصر الجديدة. بيفاجئ الجمهور على المسرح بصوته الحلو وأدائه المتمكن. على كوبري عباس أنا ماشي وماشي الناس ماشية تبص عليكي يا فلطف أنا. أما المرتبة الأولى لهالأسبوع فهي من نصيب محمد عباس. محمد الأسبوع الماضي عطي من قلبه، وكل هالشي واضح بالأكاديمية وعلى المسرح. تلت بتلت كلمات، آه يا عيني على قلبي، لا بخطط ولا بحوارات، أهو بان المستخبي. تلات كلمات من قلك ياهن يا محمد، يا سلام على الأداء الحلو، مبروك وإلى الأمام. أنا اللي تملي بإيه ولا كان الجد جاوي، ده أنا سلم مستحيل كنت بنبط وهاوي. الطلاب اللي تفوقوا هالأسبوع هني دينا، رافائيل ومحمد عباس. ناطرين الأسبوع الجاي أسماء جديدة تلمع في سباق التميز.